الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق بإذن الله في فقرة، ننتقل مع فقرة جديدة تحت اسم إصلاح أخطاء البرنامج، ومع أول درس من الفقرة يتحدث عن أنواع الأخطاء في البرنامج، فتابعوا معنا الدرس. لقد تعلمنا في جميع الدروس الماضية كتابة الكود بشكل صحيح، ولكن يمكن أن يكون أو يقوم مبرمج بارتكاب بعض الأخطاء، وسوف نتعرف عليها في هذا الدرس بشكل عام، ثم نقوم بتفاصيلها في الدروس القادمة. الخطأ الأول أو نوع الخطأ الأول هو خطأ الخاص بالكتابة، وهو خطأ يظهر في بناء الجملة، في يمكن أن يصححه المبرمج أثناء وقت البرمجة. نلاحظ مثلا أي خطأ يرتكبه المبرمج وبشكل خاطئ يظهر تحته خط أخضر أو خط أزرق، نلاحظ ذلك، هذا المتغير غير مستخدم، لذلك تظهر عبارة any used variable. على سبيل المثال إذا مسحنا المتغير سوف يتم تصحيح البرنامج. كذلك هناك بعض الأخطاء الكتابية في كتابة العبارة أو في تركيب الجملة، مثلا إذا كتبنا إيه هنا نلاحظ أن تصبح جميع العبارة مسطرة، وتصبح text is not a member of system window form. إذا هذه الخاصية خاطئة، علينا تصحيح العبارة إلى الشكل الصحيح. إذا النوع الأول هو أخطاء النحو أو أخطاء في كتابة العبارات أو التعابير. النوع الثاني من الأخطاء هو أخطاء أثناء وقت التشغيل، وهذه الأخطاء تظهر عند الإشارة إلى مسار ملف خاطئ أو ملف غير موجود ضمن عبارات، على سبيل المثال الإشارة إلى الملفات أو تحميل ملف معين أو أخطاء أخرى قد تظهر وقت التشغيل. وعليك عند ظهور هذه الأخطاء تتبع مسار الملفات والأخطاء حسب الرسائل التي تظهر في نافذة errors أو الأخطاء. النوع الثالث من الأخطاء وهي الأخطاء المنطقية، وهذه الأخطاء لن ينتبه إليها المبرمج لأنها تعطي فقط نتائج خاطئة ولا تعطي أشياء في بنية الأخطاء في بنية البرنامج، ولكنها خاطئة في بناء البرنامج أو المشروع الخاص بك أو العبارات الخاصة بالمشروع. إنها أخطاء منطقية سوف تظهر فقط نتائج خاطئة، علينا الانتباه لها. مثلا على سبيل المثال هذا البرنامج إذا كانت قيمة A أكبر من B سوف يتم طباعة A وإلا يتم طباعة قيمة B. هناك خطأ منطقي أن القيمة إذا كانت A تساوي B، ما سيقوم به البرنامج غير موضح ضمن البرنامج. إذا هذا أحد الأخطاء المنطقية، ونلاحظ أن البرنامج صحيح من الناحية اللغوية أو الناحية الكتابية، ولكن خطأ من الناحية المنطقية لأن هناك حالة لم يتم ذكرها. إذا علينا تعديل البرنامج بحيث يحتوي على جميع الحالات على سبيل المثال. وإلى هنا يوجد كذلك ضمن برنامج فيجوال بيسك دوت نت العديد من الأدوات التي تمكننا من معالجة الأخطاء النحوية أو أخطاء اللغة على وجه الخصوص. ومنها نلاحظ هنا إذا ذهبنا إلى قائمة فيو ثم تول بار، يوجد لدينا العديد من أشرطة الأدوات، ومنها شريط أدوات ديباج الذي يحتوي على أدوات خاصة بمعالجة الخطأ، بالإضافة إلى قائمة كاملة تمكننا من معالجة الخطأ وبها العديد من النوافذ الخاصة، منها نافذة إيميديت ونافذة بريك بوينت نقاط توقف ونافذة الأوتبوت. يمكننا البدء بعملية معالجة الأخطاء باختيار ستارت ديباجينج أو ستيب انتو وستيب اوفر، والتي تستخدم لعملية التجاوز نقاط التوقف، وكذلك توغل بريك بوينت يمكننا من وضع أو يمكن إنشاء بريك بوينت أو نقاط توقف. وإلى هنا سنتعلم بإذن الله المزيد عن هذه الأدوات المستخدمة في معالجة خطأ في دروس مقبلة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، نلتقي مع باقي أطوار أو باقي دروس الدورة التعليمية لاحقا أو في الدروس المقبلة. إلى هنا نكون قد انتهينا من أول درس في فقرة إصلاح أخطاء البرنامج، وهو تحت اسم أنواع الأخطاء في البرنامج. إلى اللقاء.